بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض موديول 1 في كورس الـ Analog Mixed Signal Simulation and Modeling. هنبدأ في الجزء السادس من الموديول. يمكن في الأجزاء اللي فاتت عرفنا بقى التطور اللي حصل في الإلكترونكس والـ ITRS والـ Moore's Law والـ Modern World Concepts وموضوع الـ Fabrication، وعرفنا معلومات مفيدة عن الـ Semiconductors Market in General. تعالوا بقى نعرف معلومات مفيدة عن الكورس بتاعنا أصلاً، وإحنا هنتعلم إيه في الكورس ده أصلاً، الكورس ده المفروض ان هو يوديك فين ويجيبك منين. الكورس ككونتنت كموديولز متلخص فيه 8 موديولز دول. الموديول اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو الانترودكشن تو اي سيز اند دي دي اي، بعد كده هيبقى عندنا موديول تاني ان احنا نفهم ونبراكتس السبايس سيميليشنز، انت تران سبايس سيميليشنز. بعد كده الموديول اللي بعده بقى هننزل تحت شويه نفهم هو اصلا سبايس بيشتغل ازاي ونعمل بايدينا كده سيميليتور صغير. الرابع هناخد معلومات اكتر عن الماسفيت والشورت شانل افكتس. الخامس هنتكلم على الانالوج ديزاين اوتوميشن اوبتمايزيشن، ونفهم برضو ايه الترندز اللي ايه اللي موجوده. الجزء السادس بقى جزء لطيف ومهم قوي، هنتكلم فيه ان احنا ازاي نعمل بيهيفيرال موديلنج للبلوكس بتاعتنا عن طريق لغه اسمها الفيريلوج اي، سواء البلوكس دي كانت انالوج او ديجيتال، عشان كده بنسميه اي ام اس او انالوج ميكس سيجنال بيهيفيرال موديلنج. هنطبق بقى الكلام ده في الجزء السابع، هناخد سيستم مشهور جدا ومنتشر جدا جدا اللي هو ال PLL، هنبدأ نفهمه بيشتغل ازاي، وبعد كده نبدأ نعمل له موديلنج، نعمل له سيميليشن، نعمل له ديزاين. ده هيكون هو البروجكت الرئيسي في الكورس بتاعنا. وبعدين في موديول تامن بقى هيبقى ادفانسد توبكس، بتتكلم على تفاصيل اكتر ليها علاقة بالسيركت سيميليشن. ايه اللي المفروض بقى تكون عارفه عشان تبدا في الكورس ده، اللي هي ايه البري ريكويزيتس يعني بتاعت الكورس؟ انا متوقع ان انت عندك البيزكس بتاعت الالكترونيك ديفايسز، يعني عارف المصفت بيشتغل ازاي، المودلز بتاعته، عندك البيزكس بتاعت السيركتس، يعني عارف البيزك امبليفايرز والفريكوانسي ريسبونس بتاعتها، تعرف تعمل لها اناليسيس، عارف البيزكس بتاعت الانالوج اي سي ديزاين، عارف يعني ايه ديفرنشال بير مثلا في اكزامبل، وعارف يعني ايه جيم اوفر اي دي، اللي هي الحاجات اللي موجوده في كورس الانالوج اي سي ديزاين اللي موجوده على الشانل بتاعتنا. برضه يكون عندك البيزكس بتاعت الديجيتال اي سي ديزاين، تبقى عارف ازاي تعمل لوجيك جيتس مثلا، ازاي تعمل ديزاين للفليب فلوب، فاهم يعني ايه اصلا سيكونشال سيستم. برضه الكلام ده موجود في الكورس بتاع الديجيتال اي سي ديزاين. لو انت ما عندكش البري ريكوز دي او الباك جراوند دي، فلازم في الحقيقه تبذل مجهود اضافي مع نفسك. الكورس بتاع انالوج اي سي ديزاين هتلاقي كل الريسورسز بتاعته موجوده اونلاين على الانترنت، سواء بقى فيديوز او لابس او ليكتشر نوتس. بالذات الجزء الاولاني في الكورس، يعني الكورس متقسم جزئين 1 و 2، على الاقل لازم تغطي 1 ده في اسرع وقت ممكن عشان تقدر ان شاء الله انك تستوعب بقيه الحاجات اللي جايه في الكورس. برضو في فيديو مهم جدا يمكن ليه علاقه بالمحاضره دي اللي احنا بنتكلم فيها، موجود على مهارتك، بيتكلم على اوفر فيو عامه على صناعه الالكترونيات. برضو انصحكم انكم تشوفوا الفيديو ده، هتلاقوا فيه كمان معلومات اضافيه زياده عن الحاجات اللي احنا خدناها مع بعض النهارده في الانترودكشن. طيب لو احنا بصينا بقى على اليوتيوب شانل مثلا هي بتاعت ماستر مايكرو الكترونكس، احنا موجودين فين فيها او الكورس ده هيكون موجود فين فيها، البيزكس الفاندمنتالز خالص اللي هي الالكتريكال سيركتس والسيمي كوندكتور فيزكس، دي مفترض انك بتغطيها في اندر جراد كورسز، يعني مش موجوده في الشانل. الشانل فيها كورس انتروداكشن تو الكترونكس، وبعد كده ده بيودي الكورسين الانالوج والديجيتال، دول ممكن يتاخدوا ان بارلل مع بعض. وبعد كده الكورس بتاعنا بقى اللي احنا شغالين فيه دلوقتي اللي هو الانالوج ميكس سيجنال سيميليشن اند موديلنج، وده يعني انصح بشده ان هو يتاخد قبل ما تبدا تاخد السيستمز، وقبل ما تبدا تاخد الار اف، ان هو في الحقيقه هيفيدك لو انت جيت تشتغل في كورس السيستمز او لو انت رحت تذاكر ار اف. طيب ايه التولز اللي احنا هنستعملها؟ هنحتاج نعمل سبايس سيميليشنز في برامج فري مثلا زي هيلتي سبايس، وهنحاول برضو نستعمل تولز زي مثلا تانر تي سبايس او ال دو اف اس اي او اي تول ثانيه تقدر تعمل سبايس سيميليشنز. تانر وال دو اف اس دول تولز بتاعت منتور في الحقيقه، دي منتور تولز، تانر دي كانت شركه ومنتور هي اللي اشتريتها. هنعمل شويه كودنج حسب بقى اللغه اللي انت بتفضلها، لو انت بتحب تشتغل بايثون ماشي، لو بتحب تشتغل اوكتيف ماشي. اوكتيف ده زي ماتلاب بس اوكتيف فري، ماتلاب طبعا اللايسنس بتاعته بتبقى غاليه شويه، اوكتيف يعتبر فري الترناتيف للماتلاب. لما نيجي نشتغل سيستماتيك انالوج ديزاين برضه ممكن نستعمل اوكتيف او ماتلاب، وهنستعمل التول بتاعت الانالوج ديزاينرز تول بوكس. لما نيجي نشتغل على فيريلوج اي سيميليشنز هنحتاج سيميليتور يكون بيسبورت الفيريلوج اي، ال تي سبايس مش بيسبورت الفيريلوج اي. في منتور تولز زي تانر تي سبايس ويلد واي اف اس، وفي سبكتر بتاع كيدنس، دي التولز اللي ممكن تستعملها عشان تعمل فيريلوج اي سيميليشنز.
طبعا الكورس هيبقى فيه practical assignments و projects عشان دي اكتر حاجة فهي هتديك practical skills واحسن حاجة تطلع بيها من الكورس. طب ايه الكاريرز اللي انت ممكن تشتغل فيها لما تخلص كورس زي ده او تشتغل في مجال زي ده؟ طبعا اهم كارير انك تشتغل في مجال الديزاين، انالوج ميكس سيجنال ار اف اي سي ديزاينر، ده حاجة، او تشتغل في مجال بقى بتاع الاي دي اي او الكاد ان جنرال، ممكن تشتغل ككيو اي انجينير، كبرودكت انجينير، كاوتوميشن انجينير، ككاد انجينير. كل الحاجات دي بتبقى محتاجه واحد عنده البيزكس والفاندمنتالز بتاعت الانالوج ديزاين، وفي نفس الوقت فاهم تفاصيل اكتر عن الانالوج ميكسد سيجنال سيموليشن وموديلنج، وفي نفس الوقت برضو عنده شويه كودنج سكيلز. كل ده بيخليك مناسب جدا انك تشتغل في واحد من الكاريرز دي. طبعا الكاريرز دي معظمها بيكون موجود في شركات الاي دي اي زي منتور او سيمنز اي دي اي. ايه الريفرنس اللي احنا هنشتغل منها؟ الحقيقه للاسف مفيش ريفرنس واحد يعني بيلم مواضيع الكورس كلها، فيعني هديكم ليست اوف ريفرنسز كده لو اي حد يحب ان هو يرجع لها. من اهم الحاجات في الحقيقه واحنا بنتكلم على السيميليشن انك تبص على الدوكيومنتيشن بتاع السيميليتور نفسه. السيميليتور بيكون معاه حاجه اسمها يوزر جايد وحاجه اسمها ريفرنس جايد. اليوزر جايد بيكون يعني بيديك من ناحيه من وجهه نظر اليوزر ازاي تستعمل السيميليتر، والريفرنس جايد بقى بيكون فيه كومبليت انفورميشن عن السيميليتر. فلازم تبص على الدوكيومنتس دي وترجع لها، سواء بنتكلم بقى على اتش سبايس، الف سبايس، بي سبايس، سبكتر، اي الدو، اي سيميليتر بيكون ليه يوزر جايد وريفرنس جايد، ترجع ليهم هتلاقي فيه معلومات غنيه جدا جدا هتفيدك، سواء بقى انت من وجهه نظر الديزاينر اللي بيستعمل السيميليتر، او من وجهه نظر بقى الاي دي اي انجينير اللي بيشتغل بقى في الايه، سواء في الديفلوبمنت او السبورت او الديباجنج بتاع السيميليتر. في برضه كتاب يمكن يعتبر اجدد كتاب في المجال لسه طالع السنه دي، بيتكلم برضه على انالوج سيركت سيميليتورز، كتاب لطيف يعني، والكتاب ده موجود اي حد في مصر يقدر ينزله ببلاش من على الموقع بتاع سبرينجر. مصر كانت عامله اتفاقيه مع سبرينجر ان احنا ناخد اكسس لكل الكتب ببلاش. في كتاب قديم شويه بس مفيد جدا، لو انتم عارفين سيدرا سميث الريفرنس الشهير كان بينزل معاه زمان، الكتاب ده بيتكلم على السبايس سيميليشنز. اخر مره نزل مع الكتاب كان سنه 97. في كتاب كلاسيكي شويه ده من يعني الناس اللي هي كانت اصلا مشتركه في سبايس بقى من بدايته، كتاب برده كويس. في كتاب داخل ناحيه اكتر ناحيه الرياضه، الناس اللي بتعمل السيميليتور بايديها، بتاع دكتور مصري في كندا. في كورس شبه اللي احنا بناخده ده، في اجزاء شبه اللي احنا بناخده يعني، كان بيدرس في يو سي اس دي اللي هي يونيفرستي اوف كاليفورنيا سان دييجو. في كتاب بتاع جيسبرز وميرمان ده بيتكلم على سيستماتيك انالوج ديزاين، دي احد المواضيع اللي احنا هنتناولها في الكورس بتاعنا يعني، دي ما لهاش علاقه بالسيميليتور نفسه قد ما ليها علاقه بالانالوج ديزاين. في كتابين برضو مشهورين، واحد اسمه كين كوندرت. كين كوندرت ده واحد من الناس اللي عملوا سبكتر اللي هو السيميليتور بتاع كيدنس، وعامل كتابين، كتاب بيتكلم على السيميليتورز وكتاب بيتكلم على الفيريلوج ايه، والاثنين معمولين من وجهه نظر الديزاينر، عشان كده بنسميهم ذا ديزاينرز جايد. فبرضه دول كتابين مفيدين سواء انت هتستعمل التولز كديزاينر او هتشتغل في التولز نفسها. برضه في يعني حاجه مرتبطه بالايه، بالموضوع ده بتسالها كتير، وهي ناس بتسالني احنا نجيب الانفورميشن منين؟ يعني سواء ان انا مثلا شغال في مشروع تخرج، او مثلا شغال ان انا في شركه بعمل ديزاين معين، او عايز احضر ماجستير وعايز اختار مثلا التوبيك بتاعي، او اخترت التوبيك بس عايز شويه تفاصيل اكتر عنه. فدايما تلاقي الناس بتسال يعني ازاي نجيب الايه، ازاي نجيب المعلومه، او ايه احسن مصدر نجيب منه المعلومات بتاعتي. فانا هديك هنا شويه مصادر يعني ممكن ترجع لها، بغض النظر بقى زي ما قلت لك انت عايز تعمل ايه، عايز مشروع تخرج او ديزاين في شركه او بحث علمي يعني. اول حاجه ترجع لها هي التكست بوكس. التكست بوكس دايما بيكون فيها البيزكس مشروحه باحسن طريقه، طريقه يعني تعليميه مترابطه ببعض سهله، فدي اول حاجه ترجع لها. لكن للاسف طبعا عمرك ما هتلاقي كل التفاصيل، التكست بوكس فيها البيزكس بس ما فيهاش كل الايه، ما فيهاش كل التفاصيل. ارجع لفين تاني؟ ممكن ترجع بقى للكورسات اللي بتدرس في الجامعات الكويسه في مجال المايكرو الكترونكس، سواء بنتكلم بقى على الجامعات اللي موجوده بره او بنتكلم حتى هنا في مصر. يعني احنا عندنا الحمد لله في عين شمس عندنا كورسات كويسه جدا في مجال الالكترونكس، وبرده في جامعات تانيه في مصر عندها كورسات كويسه، فدي احد المصادر اللي انت ممكن ترجع لها. ممكن ترجع بقى لو انت عايز حاجه متخصصه قوي، ترجع لرسائل الماجستير والدكتوراه، ودي ممكن تسيرش على جوجل او تسيرش على برو كويست. انك مثلا انا عايز تشتغل في نقطه معينه،
النقطة دي هتلاقي إن في ناس عملوا فيها ماجستير ودكتورات قبلك. ارجع بقى للرسائل بتاعتهم هتلاقيها كمان أحسن من البيبرز. ليه؟ البيبر بتاخد حتة كده صغيرة وتركز فيها، الرسالة بتاعت الماجستير والدكتوراه بتبقى مكتوبة زي الكتاب كده، فبالتالي بتديك صورة عامة أحسن بكتير، وبتكون منظمة المعلومات بشكل أحسن بكتير. فلو عرفت ترجع للرسائل دي بتكون حاجة مفيدة، ممكن تلاقيها زي ما قلت لك على جوجل أو على موقع زي بروكويست، ثم تروح بعد كده بقى للبيبرز. الجورنال بيبرز هي مصدرك رقم واحد. البيبرز نوعين، جورنالز وكونفرنسز. البيبرز اللي ليها كواليتي كويسه بتكون في الغالب الجورنال بيبرز، الكونفرنسز في معظم الاحيان تبقى الكواليتي بتاعتها نص ونص او رديئه في معظم الاحيان. طبعا لما نيجي نتكلم على بقى اسماء الجورنالز او الكونفرنسز، رقم واحد الاي تريبل اي، هي اكبر منظمه في المجال بتاعنا. فالجورنالز والترانزاكشنز بتاعت الاي تريبل اي ليها كواليتي ان جنرال كويسه جدا. في شويه جورنالز ثانيه بره الاي تريبل اي بس قليلين. الكونفرنس زي ما قلت لكم هي كونفرنسز معدوده في المجال بتاعنا اللي ليها كواليتي عاليه. طبعا رقم واحد الاي اس سي سي، في سي اي سي سي، فيليس اي سيمبوزيوم، يوروبيان سوليد ستيت، ايجين سوليد ستيت، هي دي كونفرنسز المشهوره اللي هتلاقي حاجات فيها with good كواليتي. وفي الغالب باي ذا واي يعني في الغالب لما تلاقي بيبر اتنشرت في الكونفرنس ده، لو هي بيبر حلوه في الغالب بتروح بعد كده ترجع تتنشر بتفصيل اكتر في جورنال، وفي الغالب بتلاقي ان البيبر دي عاملها طالب دكتوراه فهتلاقيها بتفصيل اكتر موجوده في البي اتش دي ثيسيس بتاعته. فدي حاجه من الحاجات اللي ممكن تساعدك يعني. لما تلاقي بيبر حلوه بتتكلم بقى في الفيلد اللي انت عايزه او في النقطه اللي انت عايزها، تروح تبص على حاجتين. الريفرنسز بتاعت البيبر، البيبر بعد ما يكتب البيبر بيكتب المراجع بتاعته. المراجع لو انت عايز ترجع لورا تشوف هو جايب المعلومات منين، او ايه البيبرز الثانيه الحلوه اللي اتنشرت قبليها. وفي حاجه اسمها السيتيشنز. يعني ايه؟ يعني البيبرز اللي اتنشرت بعد البيبر اللي معاك دي، وخدت البيبر اللي معاك دي كريفرنس ليها، فيبقى انت كده جبت ما قبل البيبر اللي انت عاجباك وما بعد البيبر اللي انت عاجباك كله متوصل. طب بس اجيبها منين السيتيشنز دي؟ ممكن تجيبها من اي تربي نفسها الموقع بتاعهم، وممكن تجيبها من جوجل سكولر برضه، ممكن تجيب منه السيتيشنز. خصيصا بقى بعض التوبكس لما ينتشر التوبك ده مثلا ويتنشر في بيبرز كتير، احيانا بتلاقي واحد عمل حاجه اسمها ريفيو بيبر. الريفيو بيبر دي معناها ان هو بيلم معلومات من 30 40 بيبر كده ويلخصها بطريقه منظمه، فدي بتبقى برضه حاجه مفيده جدا. لو انت لقيت ريفيو بيبر كويسه منشوره في التوبيك بتاعك، دي بتكون من الحاجات المفيده. غير بقى الحاجات دي، في ويب سايتس وفورمز بتلاقي فيها احدث الاخبار. لو انت عندك مشكله مثلا في الكات تولز بتاعتك، مش عارف تشغل حاجه في السيميليتر، مش عارف ايه، عندك بج بتطلع لك، عايز تعرف حاجه ابديتد مثلا في مجال معين، ففي ويب سايتس وفورمز بيكون عليها ابديتس كويسه زي سيمو ويكي مثلا، اي دي اي بورد الناس كانت بتسال عليه من زمان، هو زمان كان اكتف اكتر من دلوقتي. اي حاجه ليها علاقه بالاي دي اي تولز، في موقع اسمه ديزاينرز جايد، ده اكتر بتاع انالوج ديزاينرز، كان عامله كين كوندرت اللي كنت لسه بحكي لكم عليه، بس هو برده كان زمان بوبيلر اكتر من دلوقتي. وطبعا لينكد ان وفيسبوك، فيسبوك الجروبس اللي انتم عارفينها زي اي تي لوجيكس تشينج وفي اس اي ايجيبت عليها ناس كتير، ولما تسال سؤال يعني في الغالب هتلاقي باذن الله حد ممكن يساعدك. لما تيجي تدور بقى على البيبر زي ما قلت لكم، هتروح مثلا لاي تريبل اي اكسبلور، لما تيجي تدور على توبيك معين مثلا هتلاقي انت ممكن تفلتر باي جورنالز، تختار الجورنال بيبرز، هتجيب لك الجورنالز والترانزاكشنز، ده اللي تروحه رقم واحد قبل ما تروح للكونفرنسز. ممكن تفلتر برضو باي التاريخ، فاقدر ان انا اختار الحاجات الجديده او الحاجات اللي اتنشرت في ايه في تاريخ معين. فكل ده ممكن يساعدك عشان توصل لمعلومه بشكل ايه، بشكل اسرع واسهل، وتوصل لمعلومات ليها مصداقيه اعلى. بخصوص الكورس بتاعنا بقى، اي حد عنده فيدباك في اي وقت ممكن يبعته لي، يعني مش لازم الفيدباك يستنى لاخر الكورس، يعني كل ما تبدر بالفيدباك بتاعك يكون احسن، على الاقل تستفيد انت شخصيا من الفيدباك ده. لو في حاجه انت عايز يعني نعدلها في الكورس، مش مجرد بس الاجيال القادمه يعني، سواء الفيدباك ده بوزيتيف او نيجاتيف، يعني اي فيدباك يعني بناء بيكون مفيد جدا. فممكن تبعت لي فيدباك في اي وقت. الكورس ده انا درست فاريانس منه قبل كده، والحمد لله يعني ان جنرال كان الفيدباك من الطلبه الكورس ده كويس جدا. دي بعض السامبلز للفيدباك اللي جالي من الطلبه اللي خدوا كورسات شبه الكورس ده، اللي هو كورس الانالوج ميكس سيجنال موديلنج اند ديزاين، او في كورس شبهه بيتدرس في الماسترز اسمه الكاد. هما الاثنين الكونتنت بتاعهم في الحقيقه فيه اوفرلاب كبير، فيعني اتمنى ان شاء الله ان انا يعني يجيلي منكم فيدباك برضو جميل زي الفيدباك ده.